رفيف رفيف لك قوم، الولد مو بالبيت، شكله هرب. هرب؟ تأكدت انه مو سارق شيء؟ ليك هي الثاني، الولد مو حرامي. ليك عكرمة، هذا الولد بلش يخرب لي حياتي. ها مفيقني من الساعة 7 مشان تقول لي انه هرب. يهرب يهرب، وين ما بده يروح يروح. يا الله ما اسال بك، انت مو معقوله. اكيد فكرني رح رجع على بيت اهله، ام خاف منه وهرب. بجوز يكون راح على المدرسه، بجوز. بعدين معقوله انت؟ معقوله فايق من الساعه 7 بيوم اجازتك وفوق مفيقني معك؟ لك لسه بكير على المدرسه، الساعه 7 اكيد هرب الولد اكيد. يا حبيبي مو احسن ما نتلبك وما نعرف وين نروح فيه؟ لك الثاني هي، لك شو هو قطه؟ قطه لنتلبك فيها؟